ما زالت الطريق مقطوعة إلى حدود ساعة. نلاحظ تدخل السلطات المحلية هنا. كنشوفوا القوات المساعدة، الدرك الملكي، إذن دائما احنا في الطريق الوطنية الرابطة ما بين سيدي قاسم وطنجة، وبالضبط الطريق مقطوعة أكثر من ساعتين ب وزير القادوس، بالضبط بوزير القادوس. كاين كيف ممنوع راه ديال سمس الطريق من الأفضل فين غادي تسمينا تبع هذوك الدريدي ميتشي كيخرجوا هذوك تيخرجوا غاتفوتهم وغاطلع بحال صافي. أما مشيتي هنا غاتبقى لاصق. شكرا. Yeah.
سير سير انا في صحه قاعد عمر يا عمر عمر انا كاش بس عندك غتقيسني يا شتريت اذا في هذه اللحظه كنشوفوا تدخل رجال الدرك الملكي مشكورين من اجل فتح الطريق ولكن السكان مازالين مصرين على انهم يسدوا الطريق لان كيف ما لاحظنا خارجين باولادهم بعيالاتهم برجالهم هذا الشيء كامل كيقولوا انهم قاطعا عليهم الطريق صراحة هذه جوج ساعات والطريق مقطوعة وطريق وطنية تحية لرجال الدرك الملكي والقوات المساعدة تحياتي لكم على المجهودات ديالكم صراحة على الأقل بعد استطاعوا أنهم يفتحوا الطريق ولو لمدة قصيرة ولو لهذه المدة قصيرة لأن شفنا الطريق تقطعت تقريبا أكثر من ساعتين السيارات راهم كاين من الجهة الأخرى كاين من هذه الجهة أكثر من ساعتين هما واقفين رغم تدخل السلطات المحلية بدون جدوى لاحظنا أن القوات المساعدة ورجال الدرك الملكي جاءوا هما اللي استطاعوا أنهم يفتحوا الطريق على الأقل ومازال الناس ديال الدواور كنشوفوهم هما مازال كيلتحقوا بهاد الدواوير الأخرى اللي خارجين يديروا هذا الاحتجاج غير هي بكل صدق وبكل صراحة سلوك غير مقبول أنك باش تجي وتسد طريق وطنية هاد الطريق وطنية اللي كيدوزو منها ناس برانيين عارفين غير هاد الطريق يعني إلا تسدت عليه الطريق ما يعرفش وين يمشي خصو يدخل تلتيهلي ويرجع تالخنيشات ويمشي على حد كورت عاد يدخل بالقصيرة ويمشي الطريق كاين كذلك سيارات الإسعاف اللي كيكونوا جايبين مرضى في حالة مستعجلة كيلقاو الطريق مسدودة سيارات الإسعاف جايبين مرا حامل يلقاو الطريق مسدودة إذا صدقا هذا سلوك غير مقبول بتاتا باش يخرجوا المواطنين ويقطعوا طريق وطنيه وهذا الشيء راه كيعاقب عليه القانون هذا الشيء عندك الضوء تقطع يمكن لك شي تحتاج قدام الجماعه يمكن لك شي تحتاج قدام القياده يمكن لك شي تحتاج قدام المكتب الوطني للكهرباء ولكن باش تسد طريق وطنيه سلوك غير مقبول كل صراحة سلوك غير مقبول وتبارك الله عليكم وتحية مرة أخرى للقوات المساعدة رجال الدرك الملكي للسلطات المحلية اللي تدخلوا واستطاعوا أنهم يفتحوا الطريق ولو لحظة إذن تبارك الله عليكم والسلام عليكم.